الحقيقة احنا من ضمن مبادرتنا احنا عرفنا الناس كل حاجة الحقيقة عن فيروس سي وعن مرضه في الكبد وعن مضاعفاته، واتكلمنا كمان في حلقة قريب على التدخلات الجراحية. فمريض فيروس سي ايه الخصوصية اللي عنده بتخليه لما يجي يقبل على اي تدخل جراحي لازم ننتبه ولازم يبقى له استعدادات معينة؟ والحقيقة لو كلمنا على مرضى فيروس سي ما نقدرش ناخدهم كلهم كمجموعة واحدة أو متشابهين في كل حاجة، لأن إحنا زي ما حضرتك طبعا عارف إن ممكن واحد يبقى عنده مصاب بفيروس سي وهو ما يعرفش، وتكون أول مرة يعرف إن هو مثلا عمل تحليل نتيجة إن هو جاي داخل يعمل عملية مثلا، فبيطلبوا منه فحوصات روتينية ويطلع عنده فيروس سي، يبتدوا يتعاملوا يشوفوا وظائف الكبد المختلفة. زي ما احنا عارفين الكبد ده مصنع، أكبر مصنع موجود جوه جسم الإنسان، ليه وظائف متعددة. وظيفة ليه وظائف متعددة ما نقدرش نحصيها يعني، بس في طبعا اختبارات معينة في التحاليل بتطلع بتبين لنا ما مدى كفاءة هذه الوظائف. هنفترض ان المريض اللي هو اكتشف ان عنده مصاب بفيروس سي وعملنا التحاليل لقينا وظائف الكبد كويسه ومفيش اي مشاكل صحيه تانية عنده، المريض ده تقريبا نسبه خطورته بتبقى تشابه نسبه الخطوره في اي فرد طبيعي غير مصاب بالمرض. انما لو جينا ناخد الطرف الاخر من المسطره اللي هو ان المراحل عدى بقى مراحل كتير، ممكن فيروس سي ده يقعد عنده 10 سنين ما يعملوش حاجه، 20 سنه ما يعملوش حاجه، وممكن يبتدي في بعض في نسبه قليله من العيانين يبتدي يحصل المضاعفات ويبتدي نوصل لمرحله بقى التليف الكبدي. أيوة. وما يتبعه من تاثير على اجهزه الجسم المختلفه. ايوه، فطبعا في هذه المرحله احنا لازم اعمل تقييم كامل لكل اجهزه الجسم في المريض، سيان بالفحص سيان بالتحاليل او باي اي اشعاعات اي حاجه انا محتاجها عشان اعرف احدد مدى خطوره الخطوره اللي هيتعرض عليها ليها المريض دوت في اجراءه التخدير، ومش بس تخدير، العمليه ممكن نفسها. يكون عمليه صغيره في طرف في مكان طرفي غير اللي هيعمل عمليه في مثلا فتح بطن فيها عمليه كبيره او عمليه لا قدر الله في المخ. كل الحاجات دي بتخش في تقدير الخطورة، في تقدير الخطورة العام للمريض بمروره بهذه التجربة يعني. طيب، والخطورة طبعا بتختلف بقى من مريض للتاني من محصلة التحاليل والفحوصات اللي بتعملها للأجهزة بتاعة الجسم. بالتأكيد. طيب، قصور وظائف الكبد بيأثر عليه كنتوا في شغلكوا دايركت دكاترة التخدير في ايه؟ احنا بيبقى لينا أكتر من حيثية في التعامل معه، لأن هو ممكن الكبد نفسه قصور وظائفه تأثر علينا في الأدوية اللي احنا بنديها، لأن هو ده المكان اللي هو بيكسر فيه أي دواء داخل الجسم، الكبد هو اللي هو اللي بيخلصنا منه ويكسره. فبالتالي متوقع لما يكون في قصور في الوظائف يبقى أنا الأدوية بتاعتي الجرعات اللي أنا بديها ممكن تقعد فترة معينة، ممكن تليها يعني خصائص الأدوية نفسها بتختلف. طبعا مش بس كده، انا لما يكون عندي الكبد مأثر على وظائف الكلى، مأثر على وظائف التنفس، عندي مثلا استسقاء في البطن، نسبه الاملاح الصوديوم والبوتاسيوم والحاجات المشابهه مختلفة. دي ممكن تأثر طبعا. وبالتالي انا لما باجي اعمل اسسمنت او يعني تقييم للمريض كل هذه الوظائف بتكون في دماغي، انا بختار الخطه ايه اللي انا هعملها، هل خطه التخدير انا هل هو محتاج تخدير كامل، محتاج تخدير موضعي، محتاج تخدير نصفي. واذا انا مضطر في بعض انواع الجراحه مثلا ما تقدرش ان انت تعمل لها بنج نصفي، تخدير نصفي مضطر. طبعا هو التخدير النصفي بالتاكيد امن لهذا المريض اللي هو في المرحله الاخيره. احنا كل ده عشان الساده المشاهدين ما يتخضوش ان احنا بنتكلم على المرحله المتقدمه خلاص، مريض مضاعفات هو ده اللي احنا بنتكلم على مشاكله. وبالتالي لازم نتعامل مع كل هذه الاجهزه ووضعها، سيان بالادويه، سيان باجهزه المراقبه، سيان في العنايه اللي بعد العمليه. مهمه جدا. مهمه طبعا.